تراجع متوقع على حالة عدم الاستقرار الجوي، لكن تستمر تأثيراتها في بعض المناطق لعدة أيام قادمة. التفاصيل بعد قليل. أسعد أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم استمرت تأثيرات حالة عدم الاستقرار الجوي في عموم المنطقة الغربية، تحديدا وسط البحر الأحمر، ووصولا حتى منطقة حفر الباطن، ومرورا بمنطقة المدينة المنورة وأيضا منطقة حائل والقصيم وأجزاء من شمال منطقة الرياض. خلال ساعات نهار اليوم الثلاثاء تتراجع تأثيرات هذه الحالة من عدم استقرار الجوي، لكن تبقى الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار في وسط البحر الأحمر، سواحل وسط البحر الأحمر بما فيها مدينة رابغ وأيضا مدينة جدة، وصولا حتى منطقة المدينة المنورة وأجزاء منطقة القصيم وحائل. تستمر فرص هطول زخات الأمطار خلال الأيام القليلة القادمة على أن تبدأ حالة جديدة من عدم استقرار الجوي بالتأثير في العديد من مناطق المملكة اعتبارا من يوم الجمعة. تفاصيل أكثر نستعرضها بهذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الثلاثاء وخلال اليومين القادمين. يوم الثلاثاء تركيز الحالة الجوية يتركز هنا في وسط البحر الأحمر قبالة سواحل ينبع رابغ وأيضا مدينة جدة والأجزاء الجنوبية من سواحل مدينة جدة. تستمر حالة عدم استقرار الجو بالتأثير في عموم المنطقة الغربية والجنوبية الغربية من المملكة خلال ساعات مساء يوم الثلاثاء. تتراجع تأثيرات حالة عدم الاستقرار الجوي في عموم المناطق يوم الأربعاء، مع استمرار أيضا الفرصة واردة لهطول بعض زخات الأمطار المحدودة في أجزاء من المنطقة الغربية. يوم الخميس أيضا تستمر الأجواء مستقرة في أغلب مناطق المملكة باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية، حيث تستمر الفرصة لهطول زخات متفرقة ومحدودة من الأمطار، على أن تبدأ المملكة تتأثر تدريجيا واعتبارا من يوم الجمعة بجبهة هوائية باردة جديدة ستعمل على تجدد هطول زخات الأمطار في مناطق واسعة من غرب ووسط وأجزاء من شمال شرق المملكة. تفاصيل أكثر حول الأمطار نستعرضها في النشرات القادمة. ونذهب الآن للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة. تسود أجواء غائمة جزئيا مع 17 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 15 رطوبة منخفضة، والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة، أجواء مستقرة بشكل عام يوم الأربعاء 28 إلى 17، الخميس 29 إلى 18، ويوم الجمعة 30 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 17. لكن تبدأ العاصمة الرياض تتأثر بزخات رعدية من الأمطار خلال ساعات ليل يوم الجمعة. نذهب الآن لاستعراض التوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم غد الأربعاء. نبدأها من المنطقة الشمالية، تبوك 23 إلى 7 عفوا، سكاكا 23 إلى 12، وعرعر 19 إلى 9 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة زخات من الأمطار 29 إلى 18، جدة 31 إلى 23، زخات رعدية من الأمطار متوقعة في مكة المكرمة 31 إلى 22، والطائف 23 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من الأمطار متوقعة في أبها 21 إلى 11، الباحة 17 إلى 12، وجازان 30 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 24 إلى 15، حفر الباطن 25 إلى 13، والإحساء 26 إلى 13 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 28 إلى 17، بريدة 27 إلى 17، وحائل 25 إلى 14 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.